صباح الخير، حلوين حلوين بابي. حلوين، شوف انجل حلوين. وانا ضافي، استغفر الله، ما هو عمى الوان ليكو لون نظافة. يلا قولولي قولولي، مو شايفين فرق؟ اليوم فايقة اكسترا مريضة، يعني زايد المرض، بس ما زلت أقاوم المرض. وغيث تاركني ورايح على الجيم وأنا مرضانة. عندي أبنت. شفتوا أصلا كيف البنات بيحبوا يعملوا مشاكل؟ صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ شوفوا، من الصبح أنا بتخانق مع سارة إنه هذا اللون، هي بتقول لي أحمر وأنا بقول لها أورنج، تمام؟ فحاسة عم تضحك علي، أو مش حاسة، أنا متأكد. المهم أنا رايح الجيم وهي رايحة عندها إيفنت. المهم حنزلكم ستوريات هلا، كنت مصورة وقت سارة عملت فيني المقلب، كان المفروض نزلهم ستوريز بس نسيت، فحنزلكم إياهم وحط لكم اللينك تحضروا الفيديو إذا ما حضرتوه لسه، مشان يعني تفهموا الستوريز وتفهموا الفيديو. يعطيك العافية، والله ما قصرت يا حبيبي. شكرا على الفيديو الجميل. صار اكتب اسمك على الكرسي. ممتاز الوضع. اوكي، سو انتم شفتوا كيف كانت السياره بالفيديو الماضي وقت تعبت هاي الاشياء جوا؟ رحت غسلتها عند مغسله صهيب عرب جي تي، الكل بيعرفه. المهم اسم المغسله 1000 كار واش. بدي اورجيكم كيف صارت السياره، رجعت احلى من الوكاله. شوفوا رجعت زرقاء قد ما بدك، يعني ما فيها ولا نكشة السيارة، ما شاء الله كله رجع نظيف الحمد لله. والله كنت خايف انه ما يرجع نظيف، بس الحمد لله. والله اول ما قلت له انه بدي اغسل السيارة شوف كيف رجعت، حتى السقف، حتى لو بدكم في عندهم اسمه، في عنده شيء اسمه ديب كار واش يمكن، اعتقد بيشيلوا الكراسي بيشيلوا كل شيء بينظفوها للسيارة، ووقت سريع يعني بخلصوا لك اياها بسرعة، يعني ممكن بساعتين انت بتكون مخلص هاي لو الغسيل السريع، اما الديب كار واش ممكن ياخذ معك فتره كم يوم يعني. مهم، ما علينا. ثانك يو صهيب، غسيل نار، ما توقعت انه بهالسرعه تخلص والله، فيعطيك الف عافيه. ها ساره تفضلي. تبي توسخ السياره؟ امبارح دمرتيها. تفضلي تفضلي، تعذبني ادمرها. ماشي. الى الجيم. سامع الصوت؟ بتعرف شو هذا الصوت ولا اقول لك انا شو هذا الصوت؟ بعرف. بتعرف صح؟ بعرف. يعني بتعرفي انه الفلين المقلب اللي عملتيه هاد جوا هون صح؟ ايه. هلا كل يوم حنصير نسمع صوته واتذكر المعلم.